انت لازم تكون على مستوى روحي مرتفع. انت يا رب لسه موجود، لسه بتحن، لسه بترفع، لسه بتشفي، لسه بتشرق شمسك. اسمعني، لما جيت تتكلم عن البركه والنهضه حطيت شرط، فنتواضع تحت يد الله. الله يعمل فينا ايه؟ الله هينفعنا، ونغني بين الناس ان احنا لينا اله عظيم. لو صدقتوا كلام ربنا هنخرج مختلفين جدا. يا رب فعلا مشتاقين لك يا سيد نتكلم معاك. قال لك يا رب عبدك كده في القديم، أنا مش همشي غير لما أنت تمشي قدامي. كان ردك يا رب رائع جدا، إن وجهي يسير فأريحك. تعال يا رب امشي بوجهك النهاردة، أرنا وجهك يا رب النهاردة، أرنا شخصك يا رب، أرنا عينيك يا رب النهاردة اللي بتشخص لينا رغم كل عيوبنا وكل ضعفاتنا، وبتقول لنا أنت جميلة يا حبيبتي لا عيب فيكي. تعال يا رب واتكلم لكل واحد بحسب احتياجه النهاردة. يا رب جايين قدام جلالك، يا رب جايين قدام جلالك كل خشوع وكل احترام وكل سجود، طالبين نشوف مجدك، نريد أن نرى يسوع. دي كانت طلبة ناس يا رب زمان جايين من آخر اليونان عشان يشوفوك. احنا رب عندنا امتياز ان انت وسطينا النهاردة. عمانوئيل الله معنا. أرنا شخصك يا سيد، أرنا شخصك. مبارك اسمك لكل المجد. تعالوا نشترك مع بعض في قراية من مزمور 103، وإيه رأيكم نقف ونقول كلمات المزمور الحلوة دي مع بعض، واللي أنتوا كلكم عارفين بدايتها، لكن هنقول الكلمات دي مع بعض من مزمور 103 من عدد 1 لنهاية عدد 10، بس بصوت عالي بقى. وزي ما الشريف قال، لو حد رنم، لو حد قال بصوت واطي، المايك هيبقى فين؟ عنده هو، فننزل له المايك وهو هيقول المزمور لوحده. امين. يلا تعالوا نشترك في القرايه بصوت عالي مع بعض. باركي يا نفس الرب، ولا ما في باطني ليبارك اسمه القدوس. باركي يا نفس الرب، ولا تنسي كل حسناته، الذي يغفر جميع ذنوبك، الذي يشفي كل أمراضك، الذي يفدي من الحفرة حياتك، الذي يكللك بالرحمة والرأفة، الذي يشبع بالخير عمرك فيتجدد مثل النسر شبابك. رب مجري العدل والقضاء لجميع المظلومين، عرف موسى طرقه وبني إسرائيل أفعاله. الرب رحيم ورؤوف، طويل الروح، كثير الرحمة، لا يحاكم إلى الأبد ولا يحقد إلى الدهر. لم يصنع معنا حسب خطايانا، ولم يجازنا حسب أثامنا، لأنه مثل ارتفاع السماوات فوق الأرض قويت رحمته على خائفيه. هنكمل عدد 12 مع بعض ونقوله بصوت عالي وبفرح. كبعد المشرق من المغرب أبعد عنا معاصينا، كما يتراءف الآب على البنين يتراءف الرب على. هاللويا. مين يقول هاللويا؟ لا مثل لك بين الأمم ولا مثل أعمالك. تعالوا احنا واقفين نردد الكلمات دي للرب النهاردة. مكتوب كده عنه يتراءف على البنين، احنا يتراءف على خائفيه، ده انت برضو. رب بيتراءف، رب عينه عليك، رب إله حنان، يوصفنا بأن احنا بنين. هو الأب، لا مثل لك بين الآلهة ولا مثل أعمالك، لأنك عظيم عظيم أنت. شاور عليه وقول له رب أنت عظيم النهاردة. أنت الله وحدك، لا مثل لك بين الآلهة يا رب، يا رب.
القدوس يعمل ايه؟ غالي النفوس. شعبك هنا جايين بهيبة قدام جلالك. تعالوا نقدم للرب هيبة النهاردة في الترنيمة دي. قول يا رب انت القدوس في وسطنا، انت خالق النفوس، انت المتحكم في كل كون وليك السيادة. جايين بهيبة قدام جلالك يا عالي يا قدوس. افتح يا رب عيون شعبك يشوفك انت ويسمعنا، اغفر خطايا ويرجع لك وعلى الخطايا يدوب، وان كان في وسطينا حرام قدام عدونا انهزام، اكشف لنا فين هو عفاك واحفظنا بالوصول. صليبك يا مخلص، واحنا جينا لك نتخصص، شعب المسيح مفروض، وعشان كلامك كلمة الحق، وغير كلامك ما هوش حق، هنرفضه ونقول له لا، وبالوصايا نلوس. يا عالي يا قدوس، تشكلنا. بس صلي الكلمات دي معايا، جايين غرضنا تشكلنا، ما هو احنا عملك يا ايه يا جبلنا، اناء كرامة هتعملنا بروحك القدوس. صلي الكلمات دي وحط ايدك على قلبك كده، قول له انا يا رب، انا اللي عايز اتشكل النهارده يا رب، انا اللي عايز اتغير النهارده يا رب، انا اللي عايز ابقى اناء نافع للسيد، نافع للكرامة النهارده. امين. تعالوا نقول مع بعض، جايين غرضنا تشكلنا، جايين غرضنا تشكلنا، ما هو احنا عملك يا جبلنا، إلى كرامة هتعملنا بروحك القدوس، ونعيش عشان نخدم شخصا مجد وكرامة يكون لسنا، شباب كتير يتكرسنا ويصير معك محفوظ. يا عالي يا قدوس، يا
عالي يا قدوس. أعطي اسم فوق كل اسم لكي تكثو باسم يسوع كل ركبة من في السماء ومن على الأرض فوق كل قوة ورياسة. تعال نقول لرب الكلمة دول. رب رب يسوع أنت الإله المالك على كل الأرض فوق كل قوة ورياسة. أعطيت اسما فوق كل اسم. أنت قائم جالس في السماوات تخضع لك كل الأشياء. دي حقيقة حقيقة. حتى لو كان العالم ليه رئيس في الوقت الحالي لكن هيجي الوقت اللي كل ركبة تكثو باسم يسوع. أمين. فوق كل قوة ورياسة. أشكرك أنك اشتريتني يا سيد. أشكرك على شراءك لينا. فديتنا مبارك اسمك. أحبك يا سيد. أحبك. فوق قوتي ورياستي فوق كل اسم وسيادتي أنت قائم جالس في السماوات تخضع لك كل الأشياء فوق كل فوق كل اسم وسيادتي أنت قائم جالس في السماوات تخضع لك كل الأشياء مستحيل أن تأخذ مكون من الملائكة والمفديين. رؤيا 4 الملائكة يبتدي يقولوا قدوس قدوس ويبتدي يمجدوا الحمل اللي فتح أختام السفر. بعد كده فجأة الكواير ده يتقسم نصين، نص يسكت ونص يرنم. الملائكة تسكت تماما أول ما المفديين يقولوا قد ذبحت، لأن هو ما جاش عشان الملائكة. الملائكة ما شافوش المجد ده. حتى الملائكة الساقطين ما لهمش فداء، لكن اللي ليه فداء بس هو احنا. عشان كده الكواير ده كواير عظيم في السماء، ويفضل يرنم يرنم للحمل، ويجي عند الحته دي ويبتدي الشعب هو اللي يرنم، المفديين هو اللي يرنم. حقنا نفتخر بالهنا اللي ذبح واشترانا. تعال نقول مع بعض تاني الكلمات دي. مستحق مستحق انك ذبحت واشتريتنا من كل امه ومن كل لسان. احبك مستحق مستحيل أن تأخذ المجد القدرة والكرامة قد سبحنا واشتريتنا فديتنا بدمك نحبك
ثلاث آيات، واللي يحفظ منهم الآيات دي يحفظهم، بس عايز أقول لكم آيات تفرق كتير، وأنا عارف أنتوا حافظين جزء منها. الآية الأولى بتقول كده في أعمال 4:12، وليس بأحد غيره، لأنه ليس اسم آخر تحت السماء قد أعطي بين الناس به ينبغي أن. يوحنا 3:36 يقول الذي يؤمن بالابن له حياة أبدية، والذي لا يؤمن بالابن لن يرى حياة بل يمكس عليه غضب الله. يوحنا الأولى 5:12 يقول من له الابن فله حياة، ومن ليس له ابن الله فليست له حياة. ليس اسم آخر قد أعطي بين الناس به ينبغي أن. انسى كل اللي بيتقال في العالم. أصلا مش عايزين نجرح مشاعر، أمين، مش عايز تجرح مشاعر، بس اوعى تمشي مع الكلام اللي بيقوله العالم، لأنه ليس اسم آخر قد أعطي بين الناس به ينبغي أن. أي بس صعبانين علي، صعبانين عليك، صلي علشانهم وكلمهم عن الاسم اللي هو سبب الخلاص. لكن تعالوا نعلن ونقول يا رب الإعلان ده النهاردة، ليس بأحد غيرك الخلاص. يؤمن بالابن له حياة أبدية، من له الابن ليس له حياة. يوحنا 3 يقول بل يمكس عليه غضب الله. دي حقيقة، دي حقيقة. اوعى حد يقولك انت ما عندكش الحق، الحق ده نسبي والحق المطلق ده غلط. اوعى تسمع الكلام ده، لا، عندنا الحق، لان في اله قال عن نفسه انا هو الطريق والحق. ولما صلى لله الاب في يوحنا 17 قال قدسهم في حق، كلامك هو حق. تعال نقوله كده، ليس اسم اخر، انت رب مصدر خلاصنا وانت مصدر نجاتنا من الهلاك الابدي، ليس اسم اخر. من آخر قد أعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص. ليس اسم آخر قد أعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص. كل شيء آخر قد أعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص. ليس اسم آخر قد أعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص. فيك شفاء، فيك سلام، فيك حياة. فيك يا يسوع، فيك يا يسوع، فيك حرية، فيك شفاء، فيك سلام، فيك حياة. فيك يا يسوع حرية، شفاء، لكن عايزين النهارده في 4 ترانيم والثلاث ترانيم اللي باقيه قبل ما نسمع كلمه الرب النهارده نقعد قدام الصليب
أقول لكم ليه نقعد قدام الصليب؟ لأن هو خط البداية لحياة القداسة. فإحنا مقدسين بسبب الدم اللي سفك علشاننا. فالبداية مش من عندي، البداية من عنده. أنا صح علي جزء وعلي تمرن، وبحسب بولس لما بيتكلم في عبرانيين 5 إن بسبب التمرن صارت لهم حواس مدربة. أنا محتاجة أتدرب على القداسة وأجاهد في القداسة، دي حقيقة، لكن البداية من عند الصليب. عشان كده كاتب الترنيمة اللي جاية يقول كده، يقول مديون القلب يحمدك، مديون القلب يمجدك، بصليبك ما كانش ليا قداسة، بداية القداسة عند الصليب، قداسة حصلت، تقدسنا بدم يسوع. تعالوا نرنم الترنيمة القديمة دي كم عاد فاكرها. مين يقول له مديون 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 بحياتك اللي اديتهاني، مديون بالطبيعة الجديدة، مديون بالقداسة، مديون بالبداية الجديدة اللي دهاني. أنا رب هفضل طول عمري أقول لك إن أنا مديون، مديون لك يا حبيبي. تعالوا نقف مع بعض ونقول الكلمات دي. مديون القلب يا حميدة، مديون الفم صليب قد رواني ده الحبيب. اسألوني عن يسوع، البداية عند الصليب، اقعد عند الصليب. طب احنا خلاص بقينا مؤمنين، مش اسمها كده. لو قريت لويين صح 4 تلاقي يقول لك حاجة غريبة جدا عن ذبيحة الخطية، يقول كده اذا اخطأ الكاهن الممسوح. ايه ده؟ هو الكاهن الممسوح بعد ما اتمسح يخطئ؟ لازم يركع عند الصليب. اوعى تتكبر على الصليب، اوعى تبعد عن الصليب.
قول يا رب أنا كل يوم باجي عند الصليب. إذا أخطأ الكاهن الممسوح، ارجع البيت واقرأ عبرانيين 4 وشوف الكاهن الممسوح اللي بيخطأ بيعمل إيه عند الذبيحة. شوف النذير اللي بيخطأ علشان يعيد نذره بيذبح ذبيحة عند الصليب ويعمل إيه. تعال عند الصليب قول يا رب أشكرك، أشكرك لأن حتى وإن كنت تقدمت في الإيمان أنا باجي تاني عند الصليب. قد فداني بالصليب، قد هداني ذا الحبيب. اسألوني عن يسوع حبه بين الضلوع. قد فداني بالصليب، قد هداني ذا الحبيب، رافعا حمل الثقيل. يا حبيبي يا جميل، شاور عليه وقول اسألوني عن يسوع في الطريق. أشكرك يا رب لأن أنت رفيق لي يا سيد. في المسير صديق يبقى خلف في الحياة. أشكرك ألزق من الأرض الحياة. كلمة الرب هنرنم عدد صغير من ترنيمة، بس قبل ما نرنم العدد ده هقول لحضراتكم على حاجة مهمة قوي وحاجة غريبة جدا حصلت وانا في مصر. حد صديق ليا بيقول لي انا عايز اشاركك بموقف حصل لي وشيطان بيطلع من حد، فبيقول لي انا سمعت حاجة ما سمعتهاش قبل كده في حياتي. قلت له قول ايه اللي حصل. فقال لي الشيطان ده هو بيطلع من الشخص ده، الشخص بيطلع الشيطان بيقول له انت بتملكه بالكامل؟ قال له انا بملكه بالكامل. قال له انت متحكم فيه؟ قال له انا متحكم فيه. قال له طب ايه دليلك ان انت متحكم فيه؟ الشيطان رد، والشخص ده رد، الشيطان رد على لسانه كلمات غريبه جدا فرقت معايا عمري ما انساها في حياتي. قال له انا خليته يقدم لي بخور كل يوم من هو صغير عن طريق السجاير اللي كان بيشربها عشاني. ساعتها استغربت قوي، هو السجاير دي بخور؟ هو اللي قال كده مش انا اللي بقول كده، ولا بقترح كده، ولا سمعت خادم قال كده، لكن ده عدو الخير اللي تملك في الانسان ده هو اللي قال كده. قال له البخور اللي بيطلعها لي كل يوم من هو صغير ده دليل ان انا بأملكه متحكم فيه. كلمه صعبه قوي لكن فرقت معايا قوي. هو يقدموا له بخور سجاير واحنا نقدم له بخور تسبيح. هاليلويا هاليلويا، فرق كبير قوي قوي. عشان كده نختم قبل ما نسمع كلمه الرب بكلمات بسيطه قوي. قل له كده روحي وجسمي سيدي أمانة، أو كلتني بأن أصونها لك، أردتني بأن أكون طاهرا. بعد طاهرا يعني يقول كاتب الترنيمة مقدسا مخصصا لشخصك. نداء العالم قوي قويني كي أنكر النفس وأحيا ملكك. مين يقول هللويا؟ ملكك بقى مش ملك الحد تاني. مكرسا نفسي لك. قبل ما نسمع كلمة الرب النهاردة تعال نصلي الكلمات دي. قول يا رب أنا جسمي ده بتاعك أنت، أنا روحي ده بتاعتك أنت، أنا كل ملك لك أنت. إن كنت بسبح ده رائحة بخور بتشتمها تسبيح ثمر شفاء معترفة باسمك أنت. أمين.
مين حافظ الكلمات دي لو غمض عينه ويقولها؟ حدش حافظ؟ طب انا غمض عيني، لو حافظ غمض عينك في روح الصلاه قولها، لو مش حافظ بص على الكلمات، مش مشكله سامحكم المره دي، امين. بس بفضلك قولها وانت بتصليها، حتى لو بتبص على الشاشه قول له روحي وجسمي سيدي امانه اوكلتني بان اصون لك، وانا رب بكرسها ليك النهارده عند الصليب. روحي وجسمي سيدي امانه اوكلتني بان اصونها لك، اردتني بان اكون طاهرا مخصصا مكرسا لشخصك. ولا مرة تانية روحي روحي وجسمي سيدي امانه اوكلتني بان اصونها لك، اردتني بان اكون طاهرا مخصصا مكرسا لشخصك. جاي عند الصليب بكرس نفسي يا رب. رب سمعت كتير عن القداسة في المؤتمر وجي الاحتكاك العملي الابليكيشن العملية اللي تبتدي من أول روحي وجسمي سيدي بتوعك أنت مش بتوع إبليس. رب احنا ملك ليك أنت سيد، شغل انقوايا كيفما تشاء زي ما بيقول المرنم. قول له رب ده حياتي دي كلها بتاعتك أنت، انت اللي تحكم فيها مش عدو الخير، انت اللي لك سلطان عليها مش عدو الخير. عشان كده انا بخصص وبكرس نفسي عند الصليب، هي دي القداسه، هو ده التخصيص، هو ده التقديس. يا رب اشكرك لاجل صليبك، لاجل فدائك، لاجل يا رب عملك اللي نفضل طول عمرنا بنسبح وننشد ونهتف ونشكرك يا رب علشانه. يا سيد جايين بنحط أرواحنا وأجسادنا ذبيحة عندك، اقبلها يا سيد من فضلك، قدسنا، خصص كنيستك، اطلقها كيفما تشاء لأنها بتاعتك أنت، عروسك أنت. تكلم لينا الوقت اللي جاي وليك كل المجد، آمين. استنى سامح سامح، تعال استنى استنى استنى، ده انت لقطة، تعال. ثانك يو باسم، ثانك يو الكوير. طبعا كلكم عارفين الراجل ده ايه اللي حصل معاه امبارح او اول امبارح، صح؟ حد شاف الصورة؟ حد شاف الصورة؟ هو انت دخلت في تري في التريلا ولا التريلا هي اللي دخلت فيك يا سامح؟ استنى فين الميكروفون اللي كان مع باسم؟ كنا كده ايه اللي حصل؟ انا كنت واخد طريق عادي وواخدين الفاست لين الاخير خالص على الشمال، وفجاه هو قرر يقف. واو، هو المفروض التريل بيمشي في الفاست لين، مش من حقه يعني مشي في الفاست لين؟ لا من حقه، من حقه يعني. انا كنت فاكر ان التريلر ما كانش البول يعني. ف اللي ما شافش الحادثه يعني العربيه دخلت بالكامل تحت، والغريب انها ما فرقعتش. دي كانت روزينا بتقولها لي يعني لما كنت اتفرج على الحادثه انه يعني المفروض ان الموتور دخل بالكامل تحت بتاع. فنشكر ربنا بعدين انا حاولت اتفادى يعني، كان قدامي ناخد يمين وعدي منه، بس كل العربيه جايه من يميني سريعه جدا، فانا قلت هاخد شمال واطلع على الشولدر، بس لان هو بيفرمل جامد والطريق كله كان سريع فما قدرتش
اخذ اكتر من كده، فاخذ العربيه والجنب اليمين كله، وده من ترتيب ربنا ان الجنب الشمال اللي انا فيه اللي انت فيه ما دخلش تحت. واو. فاحنا لو شفنا صوره العربيه الجنب الشمال كله ما فيهوش خدش، الجنب اليمين كله بوش العربيه كلها، حتى الراجل البوليس وبتاع المطافي اللي بيساعده بيقولوا لي انت هتعرف تطلع رجلك؟ انا مش شايف العربيه فيها ايه. بقول له انا رجلي كويسه. بيقول لي متاكد مش عايزنا ننشر لك العربيه؟ قلت له لا انا هعرف اطلع. فقال لي طب اطلع كده. فلما طلعت وقفت كلهم واقفين بيبصوا كده. انا ما كنتش لغايه اول امبارح لما رحت وشفت العربيه بقى شكلها عامل ازاي، ما كنتش متخيل الدنيا عامله ازاي. بس انا ربنا اداني حياه جديده و اداني عمر جديد يعني. امين امين امين. وانا لما روحت بقول لمنال والبنات في البيت انا حسيت احساس الفتية التلاتة وهما في النار وطلعوا بره النار، ما تلمسوش، ما جاش فيهم ريحه شياط، ما فيش اي حاجه. وانا مديون له بكل عمري. امين. هو صاحب أمين. العمر وانا مديون له بيه. ثانك يو سام. طبعا احنا بالنسبه لنا اللي حصل ده معجزه صح. بس انا عايز اقول لكم كلنا بنطلع الفري واي وبنرجع، دي معجزه بتحصل معنا كل يوم. مش المعجزه انه لما فجاه تحصل حاجه وربنا يطلعنا منها، لكن احنا كل واحد فينا يبص كام مره سوقنا وكام مره يعني والرب نجانا صح. هو الرب. بنشكر ربنا عشان المؤتمر الاسبوع اللي فات، فبامانه يعني كان فارق في حياتنا كلنا، ويعني بنشكر ربنا من اجل كل حاجه تمت في المؤتمر وكل ايد تعبت. في ناس كتير قوي تعبت في الخفاء اكتر من تعبت في العلن، بس الرب صالح يعني واستخدم. وافتقدنا اللي فيكم ما قدرش يجي بحقيقي، افتقدناكم وكان نفسنا كلكم تكونوا موجودين معانا. طيب عايز اوريكم صوره. بصوا انا بقالي مده عمال اكلمكم ازاي ابليس بيتارجت. الصوره دي عجبتني جدا، ما اعرفش واضحه ولا لا. ال 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 لا لا خلينا في الصوره دي يعني من فضلكم بصوا عليها كويس. العالم دي مش بس عايزه تنشر فكرها، يعني مش بس 3% في العالم النهارده كنترولينج العالم. كم واحد قرا اللي جه على صحيفه التلغراف الانجليزيه النهارده؟ حد قرا المقاله دي؟ النهارده بقى يلزموا الدكاتره في انجلترا انه اي حد يخش لهم راجل او ست بغض النظر من سن 18 ل 55 لازم يتسال قبل ما يعملوا له اشعه انت حامل ولا لا. انتوا متخيلين احنا وصلنا لايه؟ انه 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 يعني تخيلوا ان مثلا واحد يعني لا انا خلاص عديت ال 55 يعني واحد من حضراتكم يعني داخل وشنب، بس ما شنب ايه؟ ما كلكم شفتوا الصوره بتاعه الرئيسه المحتمله الأمريكا وهي بتقابل يعني الصور خلاص الدقن والشنب ما بقتش ليها يعني فاكرين زمان في الافلام المصري كل لك الشنب ده ما يجيش ما بقاش على راجل. لا ما بقاش على راجل بصراحه، يعني بقت حاجة غير عادية حاجة. لكن أنا عجبتني الصورة دي جدا لأن هما they are targeting الجينيريشن دي. النهاردة اللي عنده أحفاد أو أولاد في السن ده العيال طالعة أنه ده الطبيعي، أنه ده مش حاسين، إحنا حاسين بغضاضة، العيال دي مش حاسة بكده، العيال حاسة أنه ده طبيعي. طب إيه اللي هيحصل بقى؟ اللي هيحصل ان العيال دي تخيلوا كده ان الجينيريشن اللي جاي في امريكا واوروبا كله بقى كده. تخيلوا بس يعني معايا بقى كده، هيجيبوا عيال منين؟ فمش هيفضل غير جنس واحد اللي واقف بقوه وبيقول ان ده ضد الله وضد مش عارف مين، اللي بيخلفوا 7-8 عيال. ففي خلال 2 جينيريشنز العالم دي هتسود. فكروا فيها. انا ما يعني مش قادر اتكلم علني اكتر من كده يعني عشان اخواتنا اللي بيتابعونا، لكن ده اللي بيحصل. العالم دي بتارجت الجيل ده، فبتدمر الجيل الحالي اللي ده تبقى ميولو يعني اتس اوكي يعني اتس اوكي اسيس او يا بابا او يا خاله او يا عمه يعني اتس اوكي ما تبلاش تبقى حنبلين قوي. الكنيسه ليه؟ الكنيسه تقول له يعني ايه الكنيسه ليه؟
الموضوع مش لموضوع كنيسة ولا موضوع كلتشر، موضوع قانون من قوانين الملكوت. فخدوا بالكم، احنا محتاجين ككنيسة نقف ونصلي وننتهر ضد اللي بيحصل للجيل ده، ضد اللي بيحصل للجيل ده. مهم قوي، مهم قوي. لو احنا ما فوقناش، وانا من هنا بناشد اللي حاضرين واللي بيتفرجوا عليا، خدوا بالكم عيالنا بتتفرج على ايه في الكرتون. لانه زي ما انا قلت لكم لما كنت بوعظ عن انت تجلس حيث كرسي الشيطان، كل الافلام والمسلسلات الامريكاني كبيره وكل افلام ديزني بالتارجت الموضوع ده، مع انهم 3% في يعني بالاعتراف العالم كله هم 3% من البوبوليشن كلها. لكن تخيلوا لما 3% متحكمه وبتزرع الـ 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 الفكر ده من 200 سنه. من 200 سنه كان اللي بيقول ان انا شاذ كان بيتسجن، من 80 سنه كان بيدفع غرامه ويتسجن، من 40 سنه كان بيدفع غرامه بس. النهارده لو انا جبت سيرتهم انا اللي هتسجن. انتوا متخيلين الدنيا بتتقلب ازاي؟ احنا ككنيسه يمكن ما نقدرش نعمل اكتر من ان احنا نصلي. الاخ المترشح نائب رئيسه، اقروا الهيستوري بتاعه، اقروا الهيستوري بتاعه يا جماعه. انا بشجعكم انكم تفوتوا، انا ما بقولكش تفوت لمين، بس بقولك يعني حتى لو الشيطان بيقولك صوتك مش مؤثر، لا صوتك مؤثر. على الاقل انت من جواك بتقول اه، بتقول لا. لكن احنا داخلين على عصور اكثر اظلاما. يعني لو قلت لكم انا فعلا 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 ما كنتش اتمنى اعيش في العصر اللي انا عايش فيه، ما كنتش. كلنا فرحنا بالتلفزيونات الابيض واسود والقنوات، وكانت اكتر حاجه كده لو جه مشهد اباحي كنا بنغمي عينين العيال. انا فاكر عيالنا لما كانوا صغيرين وكان فيلم تايتانيك طالع جديد، ما اعرفش حد يفتكر الفيلم ده من 20 سنه ولا اكتر يعني، وكانوا كل عيال شباب الكنيسه اللي هم دلوقتي متجوزين ومخلفين كانوا يبقوا عندنا في البيت، ويصادف ان انا اجي داخل يقولوا لي باستور انت ما بتجيش غير في اللحظه، في لقطه معينه في الفيلم يعني. ودي كانت اقصى حاجه عيالنا عرفوها، لقطه في فيلم. النهارده المناظر دي يعني الواحد يتمنى ان تفضل المناظر دي بالراجل والست. تخيلوا احنا وصلنا لايه، ان احنا بنقول يا ريت تفضل السينما بتقدم مناظر كده بس الراجل والست. احنا في مجتمع يعني في دنيا فعلا، لما الكتاب قال العالم وضع في الشرير، العالم وضع في الشرير، دور الكنيسه انها تقف وتقول لا ويحصل يحصل، دور الكنيسه انها تقف وتصلي وتنتهر الارواح دي، لان دي ارواح انا متخيلها ارواح شريره بتجري ورا الجيل ده. ولما الرب يسوع قال لعل ابن الانسان عندما ياتي يجد ايمان على الارض، ما هتلاقيه ازاي؟ هتلاقيه ازاي؟ عايز اوريكم اللقطه اللي بعديها. احنا قررنا ان احنا نعمل هارفست اللي ايه للشباب، هارفست اللي ايه. وانا نفسي اللي قاعدين معنا في الكنيسه واخواتي اللي بيتابعونا، خش على صفحه الكنيسه، كل اللي انا بطلبه منك انك تعمل شير على صفحتك، حاجه لا هتكلفك فلوس ولا هتكلفك حاجه. طيب اغلب الجينيريشن الجديده نشكر الله لما لقوا الكبار دخلوا على فيسبوك سابوا فيسبوك، فدلوقتي مش عارف ده بيدخلوا على التيك توك، مش هو التيك توك ده اللي بيركبوه في مصر، التاني توك توك وده تيك توك ده حاجه تانية. يعني بغض النظر بقى، الشباب الصغير الجميل بتاعنا اللي عارف الكلام ده هنا او اللي بيتابعوني، من فضلك لو كل اللي انا بطلبه منك بس خد صوره وابعتها لكل الشباب اللي نعرفه. احنا الكلام هيبقى بالانجليش، فاحنا عايزين ندعي كل الشباب اللي في الكوميونتي، لو تعرف ولاد او بنات ما بيروحوش كنايس، ما يعرفوش ربنا، عندهم شك في وجود الله، الايفنت ده لاول مره هنعمله. كان بيتعمل زمان ايام ما كنا في اركيديا، The Voice of One، كان حاجه مشهوره قوي، قعدنا 5 سنين بنعمله في الكنيسه، بيحضروا ميات من الناس. وقفنا بسبب العزال وبسبب كورونا، لكن نشكر ربنا السنة دي قررنا ان احنا نرجع تاني نبتدي نعمله. هيكون معنا باستور دانيال بطرسة، وده واحد من الجريت سبيكرز اللي بيعرفوا يتواصلوا مع الشباب
والهاي سكولرز والكوليدج، فانا بشجعكم انكم تشجعوا اولادكم حتى لما بيجوش، او لو انت تعرف حد من العيله حد كده ابعت له اللقاء. اللقاء يكون في يوم سبتمبر 13 و14 جمعه والسبت هنا عندنا في الكنيسه. وانا كل اللي بطلبه بقى من الاباء والامهات ان احنا نيجي نخدم عيالنا. انا مش عايزك تيجي تسمع، انا عايزك تيجي تخدم. انا نفسي يعني للاسف توتا مش موجوده النهارده، بس يعني ممكن تكلم هايدي وماجد. انا عايز اخوات يعملوا لهم سناكس، يعملوا لهم درينكس. انا نفسي العيال يرجعوا يحبوا سقف الكنيسه، يعني يخشوا الكنيسه. فاحنا هنعمل حاجتين عليكم، تو هوم ورك. الاول لاني انك هتعمل شير على صفحتك، وهتدي خلي ولادك يعملوا شير على اي وسائل تواصل. ثانيا اللي يقدر فيكم يجي يقول انا مستعد اجي الجمعه بالليل، انا اجي السبت الصبح او السبت الظهريه. عايزين نحسس الولاد ان احنا كاهالي فرحانين قوي ان هم موجودين في الكنيسه. حد يقول امين؟ امين. طيب النهارده بقى لو معاك البوليتن برضو افتحها. النهارده هكمل معاكم الجزء الثاني من حقك تعرف. هكلمكم عن حقائق ابليس مش عايزك تعرفها. اتكلمنا في من اسبوعين على الحقيقتين الاولانيين وانا هرجعهم دلوقتي، لكن هما اربع حقائق انا مهتم بيهم قوي ان انك تبقى عارفهم ان ده من حقك. وحكيت لكم قصص كتيره على انه ناس يعني بيبقى عندها ممتلكات او بيبقى عندها ثروات او بيبقى عندها حاجه ولانها مش عارفه، ولأن الكتاب بيقول هلك شعبي لعدم المعرفة، لأنه مش عارف أنه ده من حقي، عشان كده فقدوا امتيازات كتيرة. وفي حقائق إبليس بيغميها عن عينينا. يعني أنا كنت فرحان قوي والأسيس باسم بيكلمنا عن إخراج الشياطين. إحنا عشنا ككنيسة إنجيلية مدة طويلة قوي بنتعامل مع الأرواح الشريرة على أنها مش موجودة. ودايما لما تيجي تكلم واحد عن اخراج شياطين يجي لك في ذهنك الشخص اللي بيقعد على واحد ويفضل يلطش فيه ويطلع من رجله الشمال ويطلع من عينيه اليمين والحاجات دي كلها. وكل ده شغل من ابليس انه يكره الناس في الفكره، مع ان الكتاب بيقول يخرجون شياطين باسمي. ده الطبيعي لحضور الرب يسوع. ففي حقائق كثيره من حقنا كمؤمنين ان احنا نبقى عارفينها، وعندنا حاجات كثيره من حقنا كمؤمنين ان احنا نمارسها، بس ابليس حجبها علينا. كل شيء مستطاع لدى المؤمن، من ده حق من حقوقك، مفيش حد يقدر يقول لك لا، لكن كونك ان انت ما بتستخدموش انت حر. خطاياكم لا اعود اذكرها، لكن انت عايز تفضل الشيطان يفكرك بخطاياك وبانك غلبان وانك هتروح جهنم، انت حر. الحق بيقول، لكن انا بكيفي اقبل الحق ده او ما اقبلوش. تعالوا نشوف التاب، بس انا عايز البوليتن بتاعتك تبقى مفتوحه. في يوحنا 8 بيقول: فقال يسوع لليهود الذين آمنوا بهم: إنكم إن ثبتتم في كلامي فبالحقيقة تكونون تلاميذي وتعرفون الحق والحق يحرركم. أجابوا: أننا ذرية إبراهيم ولم نستعبد لأحد قط، كيف تقول أنت أنكم تصيرون أحرارا؟ أجابهم يسوع: الحق الحق أقول لكم أن كل من يعمل الخطية هو عبد الخطية، والعبد لا يبقى في البيت إلى الأبد، أما الإبن فيبقى في البيت إلى الأبد. فإن حرركم الإبن فبالحقيقة تكونون أحرارا. خلوني أأكد لكم بس على حقيقة مهمة جدا، أن المسيحية لم تأتي لتقدم شريعة اعمل وما تعملش، تدخل الحمام برجلك اليمين ولا برجلك الشمال، تعمل كذا ولا ما تعملش كذا. المسيحية لم تقدم شريعة تقول لك الحق فين، المسيحية تقدم لك شخص مخلص اسمه يسوع المسيح. فتعرفون الحق يعني تعرفوا يسوع، لأنه إن حرركم الإبن. ففكرة إن أنا أبقى ماشي حر، ماشي رافع راسي، ماشي منتصر، ماشي حاسس بكياني، ده مش لاني متمسك بكلام، انا متمسك بشخص. وده اللي قاله الرسول بولس: لاني عالم بمن امنت، مش بما امنت. لو قال بما امنت انت، ما كل واحد عنده حاجه بيؤمن بيها، لكن انا مش تمسكي مش بكلام او بشريعه او اعمل او ما تعملش، انا تمسكي بشخص. طيب أربع حقائق اللي أنا اتكلمت على اتنين منهم وعايزك تكتب. فأنا عايزك لو معاك ورقة وقلم، لو معاك قلم مش معاك ممكن
حد من الورا. عندنا أكيد إلام يا أخت إستر، صح؟ عندنا إلام، كتر خيرك. فأنا عايزك تكتب الأربع حقائق دول بخط إيدك. إحنا كتبنا أول اتنين، قلت الإستر تكتب أول اتنين علشان دول اتكلمنا عنهم، بس أنا عايزك تكتب بقى بإيديك الاتنين التانيين. من حقك تعرف إنك عزيز ومكرم ومحبوب، من حقك، من حقك تعرف إنك مش هفية، إنك مش قليل القيمة، مش إنك درجة تانية، مش استني أنت ورا شوية كراجل أو ست. من حقك تعرف وتصدق إنك عزيز ومكرم ومحبوب. ثلاث حاجات إبليس بيهزك فيهم: أنت مش غالي على حد، أنت مش عزيز على حد، أنت درجة تانية، أنت مواطن درجة تانية، أنت ست ملكيش قيمة. لكن من حقك تعرف، وأنا عايزك تكتب كده، أنا، قول على نفسك أنا هشام عزيز وغالي ومحبوب، حتى لو كل الناس قالوا غير كده، أنا في عينينه، في عينيه هو عزيز وغالي ومحبوب، لأن هو اللي قال كده: صرت عزيزا في عيني مكرما وأنا قد أحببتك. فلما العالم يقول لك يا عم ما فيش حد بيحبك، ما فيش حد طايقك، ما فيش حد مش عارف إيه، ما فيش حد إيه، قول له، ما أقول له أشكرك، أشكرك، أنا عزيز في عينين الرب، أنا غالي. عارفين يعني كلمة عزيز يعني very precious. أنا بحس الإحساس ده كده لما بيجي يشيل بيبي نونو، يا تحس إنك شايل جوهرة، مع إنه عمل بتبيع عليا وأنا بعمده، بس it's fine، بس يعني في الجوهرة عزيز، حاجة عزيز. ربنا بيقولك أنت في عينيا حاجة. طب يعني ما نقول ده، ما احنا كلنا زي بعض. لا، عارفين لو كلنا زي بعض كان ممكن بصماتنا دي، يعني تخيلوا ان ربنا يقعد يرسم بصمة ايد كل واحد فينا عشان يبقى مختلف، عشان يقول له انت ببصمتك دي عزيز قوي وغالي. الحاجة التانية اللي عايزك تفتكرها وتكلمنا عنها، انك محمي. انا محمي ومش وحدي، هو معاي، انا محمي. احنا طول عمرنا كنا فاكرين نفسنا اي حد يلطش فينا، اي حد من حقه يلطش فينا، اي حد من حقه يعمل فينا اللي هو عايزه. ما احنا غلابه، احنا نصارى، هنعمل ايه؟ ما احنا اقليه، هنعمل ايه؟ لكن ربنا النهارده بيقول لك لا، انا عايزك تشيل الفكره دي من دماغك. انت ابن الرب، انت بنت الرب، انت متسيج حولك، شعرة واحدة من رؤوسكم ما بتقعش غير بإذنه، أنت محمي. في وسط الأتون، زي ما سامح كان بيقول، في وسط الأتون محمي، في جب الأسود محمي، في قلب السجن زي يوسف أنت محمي. وزي ما قلت لكم لما إبليس راح يكلم ربنا عن أيوب، يقول له يا رب، يقول له للرب، يقول له أليس لأنك سيكت حوله. هنرجع هفكركم بالآيات دي دلوقتي. نمرة ثلاثة بقى اللي أنا عايزك تكتب، طلع القلم، اكتب ورايا: أنا مش ضعيف مهزوم، أنا عندي سلطان ومنتصر. أنا مش ضعيف مهزوم، أنت مش ضعيف، أنت عندك سلطان. وهتكلم النهاردة عن الحاجتين دول، السلطان والفرح. أنا مش ضعيف مهزوم، أنا عندي سلطان ومنتصر. دي الحقيقة الثالثة اللي عايزك تعرفها النهاردة. الحقيقة الرابعة بقى اللي عايزك تتأكد منها وتروح بيها، واكتب كده في الجملة الرابعة: من حقي أعيش الأيام اللي باقية فرحان. من حقي، ده من حقك. طيب بس أنا مش فرحان، أنت حر، أنا بقولك ده من حقك. ودي أكتر واحدة، أكتر نقطة أم استراجل صحيح وأنا بحضرها، لأن أنا يعني نادر أن أنا ألاقي حد فرحان دلوقتي، صحيح؟ يعني خلونا نقولها بأمانة، اتفرج على وشوش الناس، مش هقول اللي قاعدين قدامي، ولا أنا بتكلم على اللي قاعدين قدامي في التلفزيون يعني، اتفرج. وحتى زي ما أنا قلت لكم طول عمرنا، احنا حتى لما بنسأل بعض أنت عامل إيه، لازم نبسبس، فاكرين؟ لازم تبسبس، أشكر ربنا بس كذا وجعني، أشكر ربنا بس كذا مضايقني، أشكر ربنا، لازم نبسبس، لازم ما يعني ما فيش حد يقولك يا بصراحة. أنا كنت بكلم ميمي قبل الاجتماع، أختنا العزيزة الغالية ميمي، ما عارفش كم واحد فيكم عصر الشيخ نظير. الشيخ نظير أنا اللي فكرني بالتنيمة بتاعت باسم لما قال مديون، كان في سنة 91 كانت حصلت أزمة اقتصادية غير عادية في أمريكا، أزمة كانت فظيعة. نظير خسر عمارات
ويعني خسر جامد قوي قوي. فكنا في اجتماع يوم جمعة بالليل، كنا في تيمبل سيتي، وأنا كنت بقود الاجتماع بالليل. يعني زمان ما كانش عندنا قادة كتير، فأنا كنت بقود وبمسح وبغسل اللي على الأرض، يعني بعمل كل حاجة يعني. فكنا بردت المديون مديون مديون، وميمي اتحمقت في التنيمة قوي وأنا بقود، وبعدين نظير بيقول لها محموقة قوي عشان مديون يعني. فأنا قعدت أضحك وأنا بقود يعني من نظير. بس أقول لكم حاجة، درس تعلمته من نظير على فكرة من حقك تعيش فرحان. أنا كنت كل ما أسأل نظير، ولو اللي فيكم يعرف نظير يقدر يقول لي، أنا بشاهد على الكلام ده. كنت كل ما أسأل نظير أنت عامل يا نظير في الظروف دي، يقول لي باستور I cannot complain، ما أقدرش أشتكي، أنا متغطي بالرب. قلت له دي الخسارة رهيبة يعني، ده أنا لو ضاع مني 5 جنيه ممكن ما نمشي طول الليل. لكن كان دايما يقول كده، من حقك تعيش الأيام اللي باقية من عمرك فرحان، من حق. هنتكلم عن الموضوع ده، هنتكلم عن الموضوع ده النهاردة بنعمة ربنا. طيب، فزي ما قلت الحقيقة الأولى، من حقك تعرف إنك عزيز ومكرم ومحبوب. فعش كده أنا عايزك تقول أنا عزيز ومكرم ومحبوب، حتى لو عيلتك أقرب الناس ليك مش بيعملوك كده، حتى لو أقرب الأشخاص إليك بيبصوا لك من فوق لتحت. لأن احنا بنحب الناس اللي لابسة براندات وشايلة شنط شكلها ايه، ولو انت فاتح بيتك وعندك عزومات تلاقي كل الناس عندك، لو انت الحكاية دي بطلت الناس ما، احنا بنقيم حبنا للناس بطريقة مختلفة. بس انا عايزك النهاردة تبص لنفسك بعينين الرب. طيب تعالوا نشوف بيقول ايه. والآن هكذا يقول الرب خالقك يا يعقوب وجابلك يا إسرائيل، لا تخف لأني فديتك، دعوتك باسمك أنت لي. إذا اكتست في المياه فأنا معك، وفي الأنهار فلا تغمرك، إذا مشيت في النار فلا تلزع واللهيب لا يحرقك. ليه؟ لأني أنا الرب، مش لأن أنت سوبر هيرو، بس لأن أنا الرب فأنا ماشي مع ربنا إلهك قدوس إسرائيل مخلصك، جعلت مصر فديتك، كوش وسبع عوضك، صرت عزيزا في عيني مكرما وأنا قد أحببتك. طب يا رب هتعمل إيه بقى أنت؟ يعني هتعمل لي إيه في الظروف دي كلها؟ بيقول كده، أقول للشمال اعتي وللجنوب لا تمنع، ايتب ايتي ببني من بعيد وبناتي من أقصى الأرض، بكل من دعي باسمي ولمجدي خلقته وجبلته وصنعته. هو ده الرب، هو ده الرب. بصوا تعالى في عدد 9 يقول لي، اجتمعوا يا كل الأمم معا ولتلتئم القبائل، من منهم يخبر بهذا ويعلمنا بالأولويات، ليقدموا شهودهم ويتبرروا أو ليسمعوا فيقولوا صدق، أنتم شهودي يقول الرب، وعبدي الذي اخترته لكي تعرفوا وتؤمنوا بي وتفهموا أني أنا هو، قبلي لم يصور إله وبعدي لا يكون، أنا الرب وليس غيري مخلص، ما فيش غيره. نحسك النهاردة تترمي في حضنه تقول له أشكرك لأن أنا عزيز في عينيك، عزيز في عينيك. فاكرين المرأة التي أمسكت في ذات الفعل؟ كل واحد ماسك طوبة عايز يرجم. عمرك شعرت الشعور ده؟ شعور صعب قوي، إنك تحس إنك مرفوض من المجتمع، مرفوض من العيلة، مرفوض من الناس، مرفوض. أو الشيطان بيحط في دماغك أنت ولا حاجة، عمرك ما هتبقى حاجة، أنت الناس ولا ولا ولا. لكن تروح تترمي في حضن ربنا يقول لك لا ده أنت عزيز في عيني مكرم، ليه كرامة ما انتش شافيه. الحقيقة الثانية، طبعا بتقدروا ترجعوا للفيسبوك ولليوتيوب تسمعوا الحلقات اللي فاتت أو تسمعوا الوعظة اللي فاتت. الحقيقة الثانية، من حاجة تعرف أنك محمي وهو معاك. وخد بالك من الدوائر الثلاثة اللي أنا اتكلمت عنهم المرة اللي فاتت، لما بيقول كده بيقول له إبليس، بيقول له أليس لأنك سيكت حوله. خد بالك ربنا مسيك حولك، وبعدين الدائرة تانية حول بيته وحول كل ما له من كل ناحية. أنا عجبتني قوي من كل ناحية دي. يعني عارفين يعني من كل ناحية؟ يعني ربنا سدد الباب على إبليس من كل ناحية، عايز يجي لك من وراك، يجي لك من قدامك. هو يقول له ده كلام، ده اعتراف، ده مين؟ اعتراف إبليس. ده إبليس لما بيبص عليا وعليك وعليكي وعلى كل إخواتنا اللي بيتابعونا بيشتكي علينا ربنا، بيقول له سيبني عليه، بس سيبني عليه. يعني أنت فاكر أنه هو ده؟ لا، هو ما بيقعش، هو ماسك نفسه لأنك أنت اللي مسيد حوالينه، فأنا مش عارف أضربه، حوالين بيته مش عارف أأذي عياله ولا مراته ولا اللي حواليه، حوالين كل ما له مش قادر أخش فيه لأنك أنت مقفلها عليا من كل ناحية.
يا رب يخليك ويفتح عليك. ما تخافش، خايف ليه؟ ده مسيك حولك، مسيك حولك. ماذا يصنع بي إنسان؟ طيب نخش بقى على الحقيقة الثالثة بقى اللي عايزك تركز فيها معايا النهاردة. من حقك تعرف أنه عندك سلطان ومش ضعيف. احنا طبعا طلعنا في مجتمع اغلبنا علمونا حاجه اسمها المسكنه، ده انا غلبان، ده انا ضعيف، ده انا عبدك الخاطي. هتفضل لغايه امتى عبدك الخاطي؟ اما هو قال لك لا اعود اسميكم عبيد، اما هو قال لك خطاياك لا اعود اذكرها، بس انا مش عايز اذكرها، انا عايز افضل اذكرها. ليه؟ عشان أفضل دايماً حاسس إن أنا ولا حاجة ولا حاجة. بس النهاردة أنا عايز ربنا يقلب الحقيقة دي قدامنا كلنا، قدام عينينا كلنا. ومن حقك تصدق وتستخدم السلطان، ومن حقك ما تصدقش. أنت برضو أنت حر، ودي المسيحية. المسيحية بتقولك أنت حر في اللي أنت تصدقه. تعالوا نشوف في لوقا 10، يقول ايه في لوقا 10؟ بيقول فرجع السبعون بفرح قائلين يا رب حتى الشياطين تخضع لنا باسمك. طلعوا لنا علماء الدين الله يباركهم ويسامحهم ويبشبش الطوبه في الفضائيات منها مسيحيه، يقول لك لا لا دول كانوا مرضى نفسيين، ما فيش حاجه اسمها شياطين. طيب اكتر حاجه نجح ابليس يزرعها في دماغ الناس دي انه مش موجود. انتوا فاهمين انا بقول ايه؟ ابليس اقنعهم ان هم يقتنعوا ان هو مش موجود، فهو بيصرف بحريته. انت فاتح له الباب. انا قريت كتاب لواحد اسيس كبير قوي اتكلم عن المسيح لما اخرج لاجئون ودخلوا في الخنازير، قال لك لا 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 مفيش حاجه اسمها كده، ده كانوا المسيح بس اتعامل معهم بمفهومهم، لكن ده كان مرض نفسي. تقول له مرض نفسي؟ هو الوحي ما كانش عارف يقول ده مرض نفسي؟ انت مش بتشكك في اللي بيقوله المسيح بس، انت بتشكك في الوحي. تشوفوا اللي بيقول الكلام ده مش ملحدين، ده تعاليم ايزابل. انا في وجهه نظري يسامحوني اللي بيسمع، ده تعاليم ايزابل، تعاليم ايزابل اللي عايزه تقنعك ان ابليس ملهوش قوه وملهوش سلطان. فرجع سبعون بفرح قائلين، خد بالك دول سبعين واحد المسيح ارسلهم اتنين اتنين، قالوا له يا رب ده اللي بيحصل معانا ده اوتستاندينج، مش بس المعجزات ده، حتى الشياطين كانت بتخضع لنا. بس خد بالك، حط دايره لو معاك كتابك او في البوليتين اكتب باسمك. فانا هشام، انا اي هاف نو باور ان ماي سيلف، انا ما عنديش اي قوه. واللي بيطلع شياطين او بيعمل زي ابونا مكاري لما كان او الناس دي ما عندهاش قوه، القوه كلها في اسم يسوع. حتى فاكرين لما جم للمسيح قالوا له راينا ناس بتخرج شياطين باسمك فمنعناهم، مش لان هم وحشين. يعني المسيح قال لهم انتوا منعتوهم ليه؟ هم قدروا. طب بلاش، فاكرين الناس اللي جات ليسوع وقالت له يا رب اليس باسمك تنبأنا وباسمك؟ ففي باور غير عادي في اسم يسوع. الباور مش في شخص ولا في روحانياته ولا هو، لان حتى المسيح قال لهم لا اعرفكم، دول ناس طلعت شياطين. انتوا معايا ولا نمتوا مني؟ دي ناس طلعت شياطين، بس طلعته باسم مين؟ باسم يسوع. يعني حتى لو واحد مش في الايمان استخدم اسم يسوع وهو مصدق ان يسوع يطلع الشيطان، الشيطان طلع. ده المسيح اللي قال كده، قالوا له يا معلم اليس باسمك تنبأنا؟ اليس باسمك اخرجنا شياطين؟ قال لهم ما اعرفكوش، مع ان بالشياطين خرجت بس باسم يسوع. فرجعوا قالوا له يا معلم حتى الشياطين تخضع لنا باسمك. فاحنا طول عمرنا بنخاف من الشياطين. احنا لما قلنا له لا تدخلنا في تجربه، ما قلنا له الموضوع ملهوش علاقه بان انا اواجه، انا هنشوف بعد كده قال لك قاوموا ابليس فيهرب. ده انت لما بتخش مكان فيه حضور الهي في حياتك الشياطين لوحدها تهرب. فالمسيح بقى بصوا الروعه بتاعت الرب يسوع لهم، فقال لهم في عدد 18 رايت الشيطان. بس مش انا بس اللي بطلع الشياطين دلوقتي، بقى اللي ماشيين ومصدقين اسمي بيطلعوا. فده لحظه سقوط الشيطان من ساقط مثل البرق، هي اللحظه اللي فيها التلاميذ صدقوا اسم يسوع، وكانت النتيجه ان الشياطين ما بقاش ليها اي قوه. ها انا اعطيكم، بص بقى هنا الكلام ده مش للتلاميذ بس،
الكلام ده لو كان للتلاميذ بس، اوعى تفتكروا هم كانوا في البدايه كانوا كام واحد؟ 70. التلاميذ المسيح كان عنده كام تلميذ؟ 12. فدول بيتكلم على المؤمنين اللي امنوا باسم يسوع، اعطاهم سلطانا ليدوسوا الحيات والعقارب وكل قوى العدو ولا يضركم شيئا. بس الاساس هنا ايه؟ افرحوا بالحري ان اسماءكم كتبت في سفر الحياه. فالباور هنا اللي بيخليك، ده مصدر القوه اللي بيخليك تتحرك، ان اسمك اتكتب، اتكتب في سفر الحياه. بصوا في افسس واحد يقول ايه؟ بيقول فوق كل رياسه وسلطان وقوة وسيادة وكل اسم يسمى ليس في هذا الدهر فقط بل في المستقبل أيضا، وأخضع كل شيء. خد بالك، خد بالك احنا قاعدين فين، انت وعد، انت موقعك فين كمؤمن؟ أخضع كل شيء تحت قدميه وإياه جعل رأسا فوق كل شيء للكنيسة. يبقى الكنيسة اللي مصدقة يسوع بتقدر تاخد السلطان لان هو اخضع كل شيء تحت قدميه. وهنا عايز اقول لكم، ساعات كتير احنا في المسكنه الروحيه، وارجوكم تسامحوني يعني لو حد طلع في المدرسه دي زيي يسامحني، في المسكنه الروحيه ساعات كتير واحنا بنصلي نقول يا رب احنا تحت قدميك. نو هناك فرق رهيب بانك تكون عند قدميه وتحت قدميه. تحت قدميه ده مكان الاعداء، مكان ابليس، احنا مش تحت قدميه، احنا عند قدميه زي مريم جلست عند قدمي السيد. الكنيسه هي ايه بالنسبه للمسيح؟ انا وانت وحضرتك وحضرتك، احنا ايه؟ التي هي جسده. طب كم واحد فينا بيسيب حد يؤذي جسده؟ حد فيكم كده بيبقى عارف ان في حاجه هتؤذي جسده وبيسيبها؟ يقول لي نو. فتخيلوا ان انا وانت وانتي احنا جسد المسيح اللي هو اخضع كل شيء تحت قدميه. حد مصدق اللي انا بقوله؟ ما اعرفش انتوا شكلكم يا متعاطفين قوي يا اما يعني، بس هي دي الحقيقه، ومن حقك تصدقها ومن حقك ما تصدقهاش برضو يعني، بس ده من حقك عشان تتروح النهارده رافع راسك. بصوا رومية 8 يقول ولكننا في هذه جميعها، في الحرب وفي الضيق وفي الاقتصاد البايظ وفي الاختيارات الغلط اللي بيعملها المجتمع، وفي هذه جميعها يعظم انتصارنا بالذي أحب. أنا مش ضعيف، أنا مش واقع، حتى لو الأربع سنين الجاية ضاعت في أي اختيارات. عارفين التنيمة؟ في تنيمة بتقول وإن كنت فاكرني وحدي، أنا مش وحدي، ده اللي معايا سيد الأكوان. أنا في هذه جميعها يعظم انتصارنا بالذي أحب. أنا ماشي واللي حاضني وشايلني على كتفه ومسيك حواليا ده سيد الأكوان. عشان كده بقول فإني متيقن، أنا I know for a fact، أنا ما عنديش أي ذرة شك أنه لا موت ولا حياة ولا ملائكة ولا رؤساء ولا قوات ولا أمور حاضرة ولا مستقبلة ولا علو ولا عمق ولا خريقة أخرى تقدر أن تفصلنا عن محبة المسيح. أنا عايزك تروح النهاردة لازق في يسوع، تقول له أنا محمي بيك، أنا محمي بيك، أنا عندي سلطان، سلطان بيك. خد بالك، خد بالك، الله لم يطلب منا أن نصلي أن يصد إبليس عنا. ما فيش ولا صلاة بتقول له يا رب ابعد إبليس عنا، لكن الرب أدى أصغر عضو في الكنيسة سلطان أنه ينتهر إبليس. أنتوا معايا؟ الله ما قالش يعني ما أنا معوش أصلي يا رب ابعد إبليس عني، إبليس مش سايبني في حالي. الله بيقول لك أنت عندك سلطان، أنت إبليس مش سايبك في حالك؟ آه طيب وقف كده على رجلك وقول له لينتهرك الرب باسم يسوع. فبدل ما نقعد نشتكي ونقول ما هو إبليس وقعني، إبليس جرجرني، إبليس غلبني، إبليس شاطر، إبليس مستقصدني، إبليس بلا 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 بلا، كل الحجج اللي احنا مليانين بيها دي، المسيح بيقول لك النهاردة الحل بسيط قوي. إبليس بيحاربك؟ مقرفك في عيشتك زي ما قرفنا كلنا؟ انتهروا، انتهروا باسم يسوع، باسم يسوع. ليه؟ لأنه يسوع أتم كل شيء في الصليب، هو عمل كده. بص تعالوا نشوف المسيح عمل ايه. بيقول ازمح الصك، نفسي كده يعني مش عارف
تخيلوا ان ده السك كده بس عليه صورتي فمش anyway, تخيلوا ان ده السك كده عليه صورتي مكتوب عليه هشام اتولد بالخطيه, هشام عاش طول عمره في شباب ناشئ بيعمل مش عارف ايه وهو صغير بيعمل ايه وا وا وا. ابليس كاتب صحيفه دعوه كبيره قوي ومعلقها على باب السجن بتاعي بيقول انا ساجن الراجل ده لانه عمل كل البلاوي دي في حياته. لما باجي بعترف لله بخطيتي وبقبل يسوع مخلص شخصي في حياتي محى السك وقال إذن لا شيء من الدينونة الآن على هشام. ما حصك ما حصك مش من حقك, مش من حقك تعيش محني ومش من حقك تعيش ظهرك متني ومش من حقك تعيش دايما مذلول بالماضي. أنت من حقك ترفع راسك لأن يسوع أول حاجة ازمح الصك الذي علينا في الفراغ الذي كان ضدا لنا وقد رفعه من الوسط مسمرا إياه على الصليب. اللي احنا بنعملها دايما في مؤتمرات شباب ناشئ وكده ان بناخد الخطايا كلها ونمسمرها على الصليب ونقول خطاياك زي ما باسم كان بيرنم في الصليب راحت في الصليب. بس ما عملش كده بس مش هو مش بس قطع محى السك اللي عليا وقال براءة انت برة وانا دفعت ثمن الخطايا دي, لكنه جه في نفس الوقت جاب الرؤساء والسلاطين دول عليهم رتب. انتوا عارفين ان الشيطان عنده رتب وخلعهم السبلايت بتاعهم جرد الرئاسات. فهو عمل حاجتين في نفس الموقف ما حسك. يعني بصوا انا كاتبها ازاي, يعني ابليس مش ماسك عليك زله. ما هو ابليس كان بيمسك عليك زله بايه؟ بالصك. ما كل شويه يركب يفكرك لك ها فاكر ولا ايه فاكر ولا ايه. انت عندكم وقت احكي لكم حكايه. حكاية دايما بحكيها للولاد لما كنت ماسك أسيس مدرسة أحد. كان في واد صغير اسمه ماجد بس مش أخويا. ماجد نجح في الابتدائية فقال للمامته وباباه أنا نفسي أروح عند تيتا في الفيوم. حد يعرف الفيوم؟ عندنا شعب كثير من الفيوم نشكر الله. قال للتيتا لا انا عايز اروح العب عند تيتا في الفيوم. فمامته وبابا قالوا له طيب بس يعني تبقى كويس. قال له ابقى كويس. راحوا وصلوه عند تيتا ومشوا. كانت تيتا مسكت ماجد قالت له بص يا ماجد الجنينه دي كلها اعمل في الشجر اللي انت عايزه وقع كل اللي انت نفسك العب العب زي ما انت عايز بس يا ماجد في عندي بطايه صغيره بط عارفه البط. البط هو كائن برجلتين اوكي احنا اصل البط نسيناه من زمان اوكي طيب يعني البطايه خلينا عشان وقتكم الثمين. قالت له بص يا ماجد البطايه دي انا ربيتها من ايام ما كانت كتكوت فهي غاليه عليا قوي فانت اعمل اي حاجه في البيت اعمل يعني العب زي ما انت عايز. الحاجه الوحيده اللي بطلبها منك يا اخ ماجد يا حفيدي الغالي ما تجيش جنب البطايه. الأخ ماجد تاني يوم صحي واخد الكرة بتاعته بيلعب في الجنينة بيرمي طوب على عصافير مش عارف ايه وهو بيرمي طوبة على عصفورة غلبانة جت في مين؟ ماتت. وأصبح أخونا ماجد في وضع لا يحسد عليه. الحاجة الوحيدة اللي تيته قالت له ما تجيش جنبها وقعد حرام تحت الشجرة جنب البطة بيعيط ستة ابتدائي مش عارف يعمل ايه. وفجأة جاله المخلص جات له الخدامة قالت له بتعيط ليه؟ لا حصل كذا كذا. قالت له تيتا شافتك؟ لا. قالت له ولا يهمك تعال احنا في السر نحفر حفرة وندفن البطة ولا من شاف ولا من ديري ولما تسافر نبقى نقول للتيتا اللي حصل. الفكرة عجبت مين؟ ماجد. حفروا الحفرة ودن دن 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 كده وحطوا البتاعة وماجد فضل يلعب. تاني يوم الصبحية تيتا خرجت راحت السوق صحت ماجد ياخد الكرة بتاعته وراح يلعب بيها جابته الخدامة انت راح فين يا حبيبي؟ قالها رايح ألعب. قالت له لا ومين اللي هيغسل المواعين؟ قالت له قال لها انت مش انت الخدامة؟ قالت له لا 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 ده كان امبارح هتغسل المواعين وتمسح الأرض وتنظف ولا أقول للتيتا لما ترجع؟ لا حاضر. أسبوع كامل وماجد يعيش في حال من الذل يوميا على أيدين مين؟ الخدامة تحت حس لو أنا ما لو ما سمعتش كلامي
هقول لتيتا. جه بعد الاسبوع عشان ما اطولش عليكم، بعد اسبوع ماجد قرر انه اي كانوت تيك ات اني مور، انا هروح اقول لتيتا واللي تعمله في... عارفين المكتب بيقول الوقوع في يد الرب، هقول لتيتا واللي يحصل يحصل. راح ماجد لتيتا وقال لها تيتا وبعياط، انا متاسف حصل كذا 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 كذا. ففوجئ بتيتا قالت له على فكره انا شفتك وانا عارفه من ساعتها انه ده حصل، وعارف انه كان غصب عنك، بس كنت مستنيه اللحظه اللي تيجي فيها تقول لي انا عملت كذا سامحيني. قالت له انت خليت الست دي تذلك اسبوع كامل، مع انك لو كنت جيت لي من اولها، لانه ان اعترفنا بخطايانا هو امين. عشان كده لما يسوع بموته على الصليب محى الساك، ابليس مش من حقه يذلني على الماضي، لانه هو يسوع محى الماضي بتاعي، محى كل ذنوبي، فمحى كل ذنوبي وابتدى عهدا جديدا. ده يسوع بتاعنا. كلمه بقى مسمرا اياه، عشان كده انا بقول لك لما ابليس يعايرك من فضلك خده عند الصليب، قول له ما تعايرنيش. هو دفع الثمن. هقول لكم شويه ايات سريعه، يعني اللي بيكتب الشواهد بيقولون كده: الحق اقول لكم ان كل من يؤمن بي فالاعمال التي انا اعملها يعملها هو ايضا ويعمل اعظم منها. الكلام ده صعب قوي انك تصدقه. ده يسوع نفسه اللي بيقول، مش بيقول اذا كنت تلميذي، اذا كنت واحد من ال12، بيقول الحق اقول لكم. وده يعني مين يقدر يقول ان يسوع بيكذب؟ حاشا. يسوع نفسه بيقول الاعمال اللي انا بعملها تعملونها وتعملون اعظم منها. اقروا الرسل، في معجزات عملها الرسل يسوع ما عملهاش، لكنها باسم يسوع. ومهما سألتم باسمي فذلك أفعله، إذا كان الهدف إنه مين يتمجد. بس هنا بقى الكي الصعب. أنا لما بعمل حاجة، لما بروح أصلي من أجل مريض ويشفى، أو واحدة كانت قاعدة على عجل، لما اللي فيكم شاف لما صليت لواحدة على عجل في الغردقة، عايشة طول عمرها كده وقامت من على الكرسي بالعجل، الهدف أنت بتعمل ده لمين؟ إذا كان اسم المسيح يتمجد فتأكد أن يسوع مش هيخذلك، لأنه إن سألتم شيئا باسمي فذلك فإني أفعله. فخد بالك أنت مصدق مين. يجي في يوحنا 14 يقول حاجة تانية، يوحنا 16 بيقول: في ذلك اليوم لا تسألوني شيئا، الحق أقول لكم أن كل ما طلبتم من الآب باسمي يعطيكم. إلى الآن لم تطلبوا شيئا باسمي، اطلبوا تجدوا، ليكون فرحكم كاملا. قد كلمتكم بهذا ليكون لكم في سلام، في العالم سيكون لكم ضيق، ولكن ثقوا أنا قد غلبت العالم. خلوني أختم النقطة دي منين نستمد القوة بتاعتنا؟ من سلطان المسيح. يقول: فتقدم يسوع وكلمهم قال لهم: دفع إلي كل سلطان في السماء وعلى الأرض، فاذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم. خدوا بالك أن السلطان اللي مديهولك يسوع مش للاستمتاع الشخصي ولا للاستعراض الشخصي ولا المنفعة الشخصية. السلطان ده مرتبط بالكرازة. فبيقول لك وانت طالع تكرز، وانت طالعه تكرزي، وانت خارج بتذهب لجميع الامم بتعمدهم وبتلمزهم، خد بالك ان انت مش لوحدك، انت ام جيفينج يو الاثوريتي بتاعتي، انا مديهم سلطان. فاكرين شاول لما كان راح يقتل يقول كان معاه ايه؟ تفويض. فربنا بيقول لك انا مفوضك، انت في كاليفورنيا انا مفوضك، انت في استراليا انا مفوضك، انت في مصر، في سوريا، في لبنان، في السودان، انا مدي لك تفويض، لانه دفع الي كل سلطان وأنا بدي لك السلطان ده. فخد بالك أنت ماشي وخاتم السلطان ده في إيديك، لو في اسم يسوع، فأنت مش ماشي ضعيف وخايف من اللي هيحصل. منين نستمد القوة؟ زي ما قلت لكم هذه الآيات تتبع المؤمنين. طيب خلونا نخش للنقطة الأخيرة عشان ما أطولش عليكم بقى، ودي النقطة الصعبة. من حقك تعيش فرحان، من حقك تعيش فرحان في عالم ما فيهوش حاجه تفرح، صح؟ كلنا جربنا فرح العالم، تشتري عربيه تفرح، تيجي تتكلم شركه الانشورنس تتغم،
تخلص ثانوية عامة تفرح، تيجي تقدم للمجاميع ولا للكليات تتغم، تتخرج وتقول واو اتخرجت، تفرح وانت بيقولك مبروك خلصت، وتلبس البتاع اللي على دماغك دي والمش عارف ايه، وبعدين ما تلاقيش شغل تتغم. لا بلاش تخطب وتتجوز، اقلب الموضوع ده، اقلب الموضوع ده. كلكم فرحانين، انا شايفها الفرحه هي بتنط من، يعني مش محتاجه ان انا اتكلم عليها. بيقول كده: سبعه ايام تعيد للرب الهك في المكان الذي يختاره الرب. خد بالك انك عشان تعيش للرب وتبقى فرحان بالرب لازم دايما تبقى في المكان اللي بيختاره مين؟ ربنا، مش اللي انت بتلوي دراعه عشان تبقى فيه. سبعة أيام تعيد للرب إلهك في المكان الذي يختاره مين؟ لكن أنا عايز أبقى في هنا، أنا شايف أن مصلحتي هنا. طيب اشرب. سبعة أيام تعيد للرب إلهك في المكان الذي يختاره الرب، لأن الرب إلهك يباركك. بص بقى، ما أنت بدل في المكان اللي ربنا عامله لك، لو أنت في لو أنت في المكان اللي ربنا مخططه لك، يباركك في كل محصولك وفي كل عمل يديك، فلا تكون إلا، ما انت في المكان اللي ربنا فيه، وهو مباركك في كل اللي عندك. فاراده الله، اراده الله ان انت لا تكون الا فرحا. لكن احنا بنتخيل ان الروحانه هي ان انا افضل على طول مكشر ومبوز وهموم العالم لا لا لا، مش هو ده اللي ربنا، مش هو ده اللي ربنا خلقه او خلقك علشانه. زي ما قلت لكم، خد بالك في فرق بين فرح العالم وفرح الله. فرح العالم، روحي للي بعديها، فرح العالم دايما مؤقت، دايما بتفرح بالحاجه وتاثيرها بيروح على طول، تاثيرها بيروح على طول بعد ما بتواجه الحقيقه. لكن فرح الرب دائم. ايه الفرق بين الاثنين؟ ان فرح العالم دايما خارجي، فالله ما بيشتغلش على الخارج، الله بيشتغل على الداخل. ففرح الرب بيجي من جوه لبره، فرح العالم بيجي من بره، قد يدخل جوه شويه او ما يدخلش. انتوا معايا؟ عشان كده فرح العالم مؤقت، فرح العالم مؤقت. افرح باي حاجه تفرح. تحت احيانا بتقعد تدور تقلب في التلفزيون على 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 حاجه بس تقول انا بس عايز اضحك، عايز 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 افرح، عايز انا بدور على اي حاجه بس تخرجني من اللي انا موجود فيه. في فرق دايما بين فرح العالم وفرح المسيح، فرح الرب فرح مؤقت. لما ربنا بيديك الفرح، انا عجباني قوي الايه دي، وعجباني اقول لكم عجباني ليه، بس عشان انا عايزكم تطلعوا فرحانين النهارده. الطبالة دي بيقولوا ايه؟ وتفرح بجميع الخير الذي اعطاه الرب الهك لك ولبيتك. لغايه كده حلو، كل واحد فيكم هيطلع ربنا هيباركه ويبارك بيته فرحان، بس بيقول لك انت واللاوي. يعني اوعى تنسى اللاوي، يعني ما بيقعد لا صحيح، هنا كان بيقولوا كده: فرح اعطاه الرب لك ولبيتك انت، واوعى تنسى اثنين، الكنيسه والمحتاجين. وانت فرحان باللي ربنا عمله في حياتك، وانت فرحان باللي ربنا بيديهولك، وانت فرحان بالخير والبركه ربنا بيديها لك، اوعى تنسى اثنين، الكنيسه والغريب اللي عند باب بيتك. طيب امتى بيبتدي الفرح؟ بصوا امتى بيبتدي الفرح؟ خليني اقول لكم ببساطه وبسرعه جدا، الفرح ما بيبداش غير بمعرفه الرب يسوع مخلص شخصي في حياتك. الفرح الحقيقي اللي بيتولد من جوه مش من بره بيبتدي لما تعرف يسوع مخلص شخصي في حياتك. يحكي لنا الكتاب عن زكا، وكلكم عارفين القصه، وزكا ويحاول يدخل بين الناس، وكان مكروه وكان قصير، وكان الناس عماله بتكرهه لانه جابي ضرائب، ولانه كل اللي ده انت اللي عايز تقوله قوله. لكن بيقولوا كده في عدد 5: فلما جاء يسوع الى المكان نظر الى فوق فرآه. حاجه غريبه جدا، لانه اللي فيكم عارف، عاش في الشرق الاوسط وعارف وعاش في فلسطين، يقدر يعرف. انت لما بتبقى ماشي في الشوارع اللي هناك، شوارع ضيقه جدا، حارات ضيقه جدا، فاللي ماشي بيبقى دايما بيبص على اليمين والشمال. ياما الكنائس بتبقى مليانه ناس على اليمين وعلى الشمال، بس يسوع بيدور على القلب المشتاق ليه.
يسوع دايما بيدور على القلب اللي جاي ونفسه يشوفه. زكا كان يعني كان نفسه جدا يشوف يسوع. زكا كان جد مشتاق جدا انه يشوف يسوع. وانا نفسي ربنا يحط جوانا كلنا هذا الاشتياق لما تيجي جاي للكنيسه او لما تقعد مع الرب في خلوتك انك تبقى مشتاق تشوفه. ربنا حواليه ناس كتيره بس واحده بس اللي لمسته، مع ان كله لمسوه. يقول له يا معلم ده كلنا لمسناك، بس واحده اللي كانت عندها ايمان خدت. زكا كان واحد من ضمن الاف في الطريق، يعني يديكوا ربنا وتزوروا المكان ده مره. انا شفنا في شجره، بيقولوا ان الشجره دي بقى لها 2000 سنه، وبالمناسبه الشجره دي تحت الكنيسه المصريه في فلسطين. شجره زكا اسمها شجره زكا ومزار، لكن دي بيقولوا دي الشجره اللي طلع عليها زكا وشاف المسيح. ايه اللي يخلي يسوع يسيب الاف من الناس عماله تهتف له ويبص لواحد بس فوق؟ الفرق الوحيد هو شهوه القلب. انا اقول له يا رب عطشني ليك، جوعني ليك، لما اجي الكنيسه، لما اتقابل معاك، ابقى لما اقرا الكتاب ابقى مشتاق ان انا اشوفك. بيقول فعش كده رفع عينيه الى فوق، ما بصش للي حواليه، ما بصش للي صوتهم عالي ولا اللي عندهم مناصب، بص للي محتاج له. وقال له اسرع وانزل يا زكا، لان ينبغي ان امكث اليوم في بيتك. الايه الرائعه جدا، فاسرع ونزل وقبله فرحا. كأنه كتاب يقول لنا مفتاح الفرح لحياتك، مفتاح الفرح لحياتك، مفتاح الفرح لمستقبلك وللأيام اللي جاية من عمرك، إنك تقبل يسوع. فلما تقبل يسوع يقول فقبله فرحا. ونفس الموضوع يتكرر مع فيلبس والخصي الحبشي. الخصي الحبشي ما فيش حاجة اتغيرت في سكته، كان ماشي هو وزير، وكان ماشي في نفس العربية بنفس الخيول بنفس كل حاجة في نفس الطريق. الفرق الوحيد انه ذهب في طريقه بعد ما عرف يسوع. احنا احيانا متخيلين لما تعرف يسوع الظروف هتتغير، بس يقول لك لا انا مش جاي اغير لك الظروف من بره، يعني مش هزود لك حصانين، مش هخلي المرتبه مريحه زياده، لا ولا حاجه من دي. هو نفس العربيه نفس الخيول نفس الطريق نفس كل حاجه. بس بعد ما قبل يسوع وتعمد وقبل يسوع وفرح، يقول ومضى في طريقه فرحا. اللي اتغير في المنظر كله قلبه. ده اللي يقدر يحصل معاك النهارده، ان في تنيمه كان زمان بتقول كده، انا مش مستني يا ربي موقف راح يفرح لي. انا العالم كله نفسنا عمرك سمعت حد يقول نفسي بس واحد يسمع خبر كويس النهارده؟ يعني طبعا الفيسبوك بقى صفحه وفيات، ثلاثه بس من عين شمس اول امبارح، ثلاث شباب صغيرين. أنا كنت كتبت لكم على نقلة اللي فينا مشترك على نقلة، يعني ابن أخو زهني اللي بيجي يبيع كتب أحياناً وبيخدم معنا، بيعوم في الغردقة معاه لايسنس دايفنج، يعني متخصص وبيعمل دايفنج مات. فإحنا عايزين نسمع بقى خبر يفرح، عايزين في وسط ده نسمع خبر سامح ربنا طلعه من تحت العربية، هل أخيراً حاجة تفرح المؤمن دي؟ طبعا حاجه تفرح، بس المؤمن اللي اختبر يسوع عارف ان الفرح بقى جوايا، انا مش منتظر حاجه تحصل برايا عشان امشي فرحان. فالفرح بيبدا بمعرفه يسوع. الخصي الحبشي مضى في طريقه فرحا، زكا نزل وقبله فرحا، العذراء القديسه مريم فاكرين قالت ايه؟ تعظم نفسي الرب وتعمل ايه؟ قلبي فرحان. ايوه فرحان بمين؟ فرحان بانك بقيتي العذراء مريم؟ لا، فرحان بانك انت هتبقي. لا، امال ايه اللي مفرحك قوي كده؟ بالله. I found the savior. بالله مخلصي. فانا بشجعك النهارده انك ترجع مره ثانيه لمشاعر اختبارك. ولو انت لسه ما قابلتش يسوع هتقدر تختبر ده النهارده، انك لما تقبل يسوع زي زكا وزي الخصي وزي اي واحد فينا موجود النهارده هتختبر فرح. يقول كانه كتاب فرح لا ينطق به، فرح ما تبقاش قادر تعرف ايه الفرح اللي جواك ده، تبتهج روحك من جواك بالمخلص. يجي في فيليبي يقول كده، افرحوا في الرب كل حين، واقول ايضا افرحوا. كلمه افرحوا في الانجليش جايه بالفعل المضارع المستمر. فرحان الصبح، فرحان ظهر، فرحان بالليل، هقوم تاني يوم عندي فرح جديد بالرب. واقول ايضا افرحوا. ليه؟ لان الرب قريب.
عن قريب هنسيب عالم الأوجاع والأحزان، لا هيبقى فيه أمراض ولا محاليل ولا كانسر ولا وجع قلب ولا أمراض نفسية ولا طلاق ولا أواضي ولا محاكم ولا الرب قريب. بس بما أن الرب قريب أنا هزعل منك ليه ولا تزعل مني ليه؟ ما بقاش فاضل وقت نزعل من بعض، ما بقاش فاضل وقت نشيل من بعض، ما بقاش فاضل وقت نتجرح من بعض، ما بقاش عشان الرب قريب. فأنا فرحان بالرب، اعمل اللي أنت عايز تعمل. فوقت من الأوقات قامت علي حملة مسعورة قوي، ما عارفش حد بقى، لما كنت بتكلم عن أبونا سمعان، وكل اللي قام علي بالحملة دي أخش البروفايل بتاعه في الفيسبوك يقول لك locked. فمدرسة مخصوص بتخش تهاجم ناس وما تقدرش ترجع له لأنه هو قافل الأكاونت بتاعه. ولا إنسان ولا شيطان ينزع، انت اللي عطيه. فانت فرحان بالرب، عارف قيمتك في الرب، الرب قريب. فانا خلاص اللي بيقول يعني الرب قريب. حاجه تانية، الفرح هو بالرب، انك تبقى فرحان في الوجود في حضره الرب وفي عشرته ومع ولاد ربنا. مع ولاد ربنا لما تقعد مع ولاد ربنا بحقيقي المؤمنين، تسمع الاختبارات اللي بتشجع، وتسمع عمل الرب اللي بيشجع، ما تسمعش شكوى، ما تسمعش ولاد ربنا الحقيقيين مش بيقعدوا بقى يشتكوا من الظروف لا 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 لا. عشان كده لما تقعد عايز تقضي كواليتي تايم، اقعد في محضر ربنا واقعد مع ولاد ربنا. بس يقول ايه بقى في يوحنا 15؟ يقول كما أحبني الآب كذلك أحببتكم أنا، اثبتوا في محبتي، إن حفظتم وصاياي تثبتون في محبتي، كما أني أنا قد حفظت وصايا أبي وأثبت في محبته. كلمتكم بهذا عن محبة الآب ومحبتي والثبات في تعليمه لكي يثبت فرحي. ففرح الرب جواك اللي بيخليه دايما ثابت، إنك دايما لك علاقة بكلامه وبوعوده. فلما يحصل ان ابليس يأتاكيو او يحصل ظرف صعب، ايه اللي بيجي في ذهنك على طول؟ مش انا غلبان ومسكين وباخد على دماغي وانا لا 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 لا، بيجي على طول وعود الرب، بعود الرب اللي انت ثابت فيه. طيب، حد فيكم اتعرض لاضطهاد؟ حد فيكم ما خدش وظيفه لان اسمه مينا كرولوس ولا صليب ولا اي حاجه؟ حد فيكم ما نجحش في الجامعه لانه ما عجبتش الراجل اللي بيمتحنك لما يقول لك اسمك ايه؟ انا فاكر كان ليا صديق عزيز عليا كان اسمه مرقس بولس دانيال، والراجل قال له كده بمنتهى البساطه، في مش قادر اقول لكم اسم الكليه لان هو راجل يعني خلاص يعني، بس راجل ساله اسمك ايه؟ قال له مرقس. قال له اسمك الثاني بولس. قال له اسمك الثالث دانيال. قال له يا ابني انا اسم واحد بسقطه. الاضطهاد في نوعين، في اضطهاد لان انا عملت حاجه غلط، وفي اضطهاد لان انا اصريت ان انا ما اعملش حاجه غلط. انتوا معايا؟ يعني لو انت ما ذاكرتش طول السنه وسقطك، ما تجيش تقول لي لان انا اسمي هشام صليب سقطني، لا، انت ما ذاكرتش. لكن لما تكون ذاكرت كويس قوي زي البنت اللي اسمها مريم اللي خدت صفر وبعدين بقى لها 5 سنين بتطلع الاولى، ده اضطهاد. عشان كده بيقول كده احسبوه كل فرح يا اخوتي حينما تقعون في تجارب متنوعه. في وسط التجارب دي انا فرحان، لان معنى كده ان ابليس مهزوم ومتجنن من اهلي، متجنن من اللي انا بعمله، متجنن من العيشه اللي انا عايشها، متجنن من الخدمه اللي انا بعملها. ده لو ابليس ما حاربنيش يبقى في حاجه غلط. لو ابليس مش بيحاربك يبقى انت في حاجه مش مظبوطه في خدمتك ولا في شغلك. ابليس مش هيحارب ولاده، اسمعوني، ابليس مش بيحارب ولاده، ابليس بيحارب مين؟ ولاد الرب. وكل ما تنمو في عمل الرب وفي خدمه الرب، وكل ما يكون عندك اوثوريتي وسلطان على ابليس، كل ما ابليس يسيب كل اللي معاه ويوجه اسلحته ضدك انت. عشان كده بيقول كتاب احسبوه كل فرح. ايه ابليس متجنن، ايه ابليس متجنن من كنيستنا يتفلي. سوري يعني ما احترم يبقى شيلها اسامي في الايديتنج، يتفلي دي هتعملوا ايه؟ حتى الشياطين تخضع لنا باسمه. طب ما ليه حق الجنه؟
عشان كده لما تلاقي الحرب شديدة قوي عليك لأنك ماشي صح، مش بتعمل الغلط بس ماشي صح عشان المسيح، احسبوه كل فرح، احسبوه كل فرح. طيب يجي مرة تانية يقول ايه؟ فاكرين لما بطرس و اتضربوا وخد مسكوا واتخدوا حتة علقة تلاميذ، وبعد ما ضربوهم يقول كده أوصوهم أن لا ينطق بهذا الاسم. بطرس ما كانش صغير، بطرس كان في الستينات، خد علقة طريحة جامدة قوي، يعني مش اتهزق، مش اتقالت عليه كلمة، مش اتجرح، أنا مش جاية كنيسة تاني، أنا وأنا ماشية الأخت مش عارف مين بصت لي من فوق، لا لا لا، الكلام ده كله اللي احنا الدلع اللي احنا فيه كمؤمنين ده ما كانش. ده بطرس اتضرب اتضرب اتضرب، يعني خد طريحة تمام يعني. ويقول أوصوهم أن لا، يعني اعملوا تعزينه بس ما لا تنطق بهذا الاسم. وبطرس قال لهم طب انتوا احكموا، يعني هينفع ان انا ما اجيبش اسم يسوع؟ ما اقدرش، لسه كانوا البنات اللي يسالوني يعني يسوع، ما اقدرش ما اقدرش ما اجيبش اسمه. فضربوهم واطلقوهم. يقول الكتاب حاجه غريبه جدا عن التلاميذ، حد فاكر قال ايه؟ ومضوا فرحين لانهم حسبوا مستاهلين ان يهانوا من اجل اسمه. كان بطرس بيقول انا اعتبرت الاهانه والضرب اللي انا ضربته عن يسوع، ان انا عشان بقول اسم يسوع ده شرف. شكرا. في اعمال 5 برافو عليك. فبيقول ودعوا الرسل وجلدوهم، خدوا بالك مش ضربوهم بس ده جلدوهم، واوصوهم ان لا يتكلموا باسم يسوع. واما هم فذهبوا فرحين لانهم حسبوا مستاهلين. يعني واحد بيسال بطرس انت مبسوط ليه يا اخ بطرس؟ قدموا لك كيك في فاكرين يقولوا عملوا لك حفله هابي بيرث داي في السجن، يعني انت فرحان قوي كده وانت خارج من السجن ليه؟ يقول لا 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 انا اتجلدت قد كده. يقول له ده مفرحك؟ يقول اه، هو انا مين اللي يخليني استاهل اني اتهان باسم يسوع؟ طيب عشان اختم معاكم عايز اقول لك الفرح جواك بيسوع، بس استمرارك فيه لبقيه ايام حياتك ده قرار. يقول كده في العهد القديم في حبقوق 3، كلنا حافظين الآية دي. واحد قام حاطط كل فلوسه، قال لك أنا لو حطيت كل فلوسي في البورصة جايز تضيع، فحط شوية في البورصة وحط شوية في ريال استيت وحط شوية في تسليف فلوس وحط شوية في مزارع. يعني الرجل قال لك أنا عايز أكون حكيم عشان لو حاجة وقعت التانية تسند. وفجأة يجي لك الخبر ورا الخبر، البورصة وقعت، المزرعة ما بقاش فيها إنتاج، البيوت الريال استيت وقع عشان النسبة، فجأة كل الفلوس اللي هو حطها ضاعت. ده اللي حصل مع الأخ بتاع حبقوق. قال فمع أنه لا يزهر التين، أدي التين باص، طب يبقى فاضل الكروم ولا يكون حمل في الكروم، طب الأمل في الزيتون ويكذب عمل الزيتونة، والحقول مش مطلعة حاجة، والغنم ضاع والبقر ضاع. لكن في عدد 18 برغم ان كل اللي انا كنت باني امال العالم كلها عليه، الدين وكل ده، لكني ابتهج بالرب وافرح بالله خلاصي. ليه؟ لان الرب السيد قوتي. لو كانت الكروم هي قوتي كان قوتي واعت، لو كانت الزيتونة هي مصدر القوة كان زماني رقدت وموت. كلكم سمعتوا عن ناس انتحرت في، يعني اللي جه أمريكا جديد، يعني الكلام ده في الأربعينات والثلاثينات حصلت مأساة برضو في أمريكا في البورصة، ياما ناس من المليونيرات انتحروا لأنه فلوسه كلها ضاعت، فلوسه كلها ضاعت، كل اللي بناه طول عمره ضاع فانتحر، لأنه بالنسبة له ده كانت مصدر قوته. أول ما سمع الخبر اتشل، أول ما سمع الخبر وقع. هنا بيقول برغم أن كل ده أنا هفضل فرحان بيسوع اللي أنا قبلته، بيسوع اللي جوايا، لأن أنا السيد الرب هو اللي مديني قوة. مين يقول أمين؟ طيب أنا بس نفسي تصدقوا، اذهبوا تصدقوا الكلام ده. أخذ معاكم بنحامية بقيتين، واحدة في نحامية يقول كده الرب بيقول كده اذهبوا كولوستامين. طيب يا رب والكوليسترول ما تخافش، اشربوا الحلو، ابعتوا الأنصبة لمن لو يعد لم يعد له، لأن اليوم إنما هو مقدس لسيدنا، ولا تحزنوا. وانت مع الرب ما تديش فرصة للحزن ولا تحزنوا. ليه؟ لأن فرح الرب هو اللي بيديك قوة.
هو اللي بيديك قوة، هو اللي بيخليك تقدر تقف تواجه الدنيا دي كلها. أنا قوي بالرب. كل واشرب، عيش حياتك، عيش الأيام اللي باقية من عمرك، عيشها وانت في الرب ولا تحزنه، لأن فرح الرب هو قوته. من حمية 8:10 آخر حاجة أقولها لكم، لو الدنيا اتقفلت في وشك، حد جرب الموضوع ده أن الدنيا كلها تتقفل في وشك فجأة، ما فيش شغل والعربية باظت والدنيا مش عارف جرالها إيه والإميجريشن، الدنيا كلها مقفلة. حكيت لكم أنا مرة على الأسيس لبيب مشرقي، جد بيبو اللي كان عندنا، لما خد وعظة مرة يوم الحد بعنوان روحوا ربنا يسدها في وشكم. بأمان، وعظة مشهورة قوي الأسيس لبيب مشرقي، كان راعي كنيسة الملك الصالح، كان أشهر من كتب قصص اللي فيكم، كبرنا كلنا على 5 دقايق مع الأحداث وعشر دقايق مع الأحداث، قصص الأسيس لبيب مشرقي. ففي مرة خد الوعظة دي عن ربنا يقفلها في وشكم، قال كلنا تعودنا من وإحنا صغيرين إن وأنت خارج من البيت ماما تقول لك روح يا ابني ربنا يفتحها في وشك، بس أنا عايز أقول لك النهاردة روح ربنا يقفلها في وشكم. قالوا له كده ليه كده؟ قال لهم لأنه في يوم الأحد والأبواب مغلقة. لما تتقفل قوي قدام عينيك، لما تكون كل باب باني عليه أمل يتقفل في وشك، تحس إن مفيش فايدة ومفيش أمل، بس تبقى مصدق بالرب اللي جواك ومصدق بوعود الرب اللي جواك ومستند على الرب اللي جواك، يلجاء يسوع أراهم يديه ورجليه. يقولك يعني اللي مات من أجلك، اللي مات من أجلك ما يقدرش يديك اللي انت عايزه، اللي تسمر على الصليب من أجلك ما يقدرش يديك اللي انت عايزه. تفتكر انت بتطلبه ده أغلى أبدا، أغلى من جروح الصليب؟ مش كده لما ظهر لهم أراهم يديه ورجليه ففرح التلاميذ اسرعوا الرب. الأبواب اتفتحت، مين اللي اتغير؟ قالوا بعد كده تفتحها ما تفتحهاش مش مشكلة، أنا فرحان بإيديك، أنا فرحان بجروحك. خلونا نقف ونصلي، الكوير لو ممكن يطلع. لما تتملي بالروح القدس يديك قوة ويديك ثمر الروح، محبة، مين عارف الثمرة التانية؟ فرح. اسأل نفسك أنا مليان بالروح القدس ولا لأ؟ اسألي نفسك أنا مليانة بالروح القدس ولا لأ؟ أنت قبلت يسوع؟ عندك وعوده اللي يضمن الاستمرارية دي؟ الروح القدس اللي جواك. مش كده خلونا نرتل مع بعض، روح الله ندعوك. فين الأخ اللي معلش حد عارف الكلمة دي؟ روح الله ندعوك تأتي في وسطنا تملأنا بالقوة، أنت الروح المحيي، أنت الرب الشافي، ترشد وتعزي. صوت علينا الآن، صوت علينا الآن، قولوا يا رب أنا النهاردة عايز أعيش الحياة دي، عايز أعيش السلطان اللي ليا بالروح القدس، عايز أعيش الفرح الحقيقي بوجودك في قلبي وفي حياتي. املاني يا رب بروحك، املاني يا رب بروحك النهاردة، املاني يا رب بروحك. تعالى يا روح الله، تعالى يا روح الله، تعالى، تعالى بملء جديد، تعالى بسكيب جديد. بس لازم تكون بتدعي من قلبك، لازم زي زكا كده على الشجر كان قلبه مشتاق، قول يا رب أنا فعلا مشتاق، مشتاق يا رب، مشتاق يا رب، مشتاق يا رب. روح الله ندعو، قول له يا رب تأتي، تأتي في وسطنا، تأتي في وسطنا، تملأنا بالقوة يا رب، تملأنا بالقوة، تملأنا بالقوة. أحيا فينا مرة تانية، اطلبها من قلبك مرة تانية، اطلبيها من قلبك، اطلبها من قلبك. روح الله ندعوك، روح الله ندعوك يا رب، تعالى يا رب النهاردة في وسطنا يا رب بالكامل، في وسطنا.
أنت الروح المحيي، أنت الروح المحيي، أنت الروح المحيي يا رب، أنت الرب الشافي الشافي الشافي، أنت الرب الشافي يا رب، ترشد ترشد وتعزي، ترشد وتعزي. حد مصدق الكلام اللي قاله ربنا النهارده؟ حد مصدق؟ طيب انا هفاجئ اسامه، هو هيطلقني بعد كده. هي كان في ترنيمه زمان الاجيال القديمه بتاعتنا تعرفها واللي اختبر يسوع يعرفها، كانت بتقول كده: فرحت قلبي يوم ما قابلتك، يوم ما قابلتك كان يوم عيد. عارفها يا اسامه؟ طب هللويا كده مش هنطلق كويس. عارفين يا شباب اللي اختبر يسوع هيقدر يقول دي بصوت عالي النهارده فرحان بالرب، واللي مش مختبر من فضلك غمض عينيك دلوقتي اقبل يسوع. فرح فرح فرح، انا ما اقدرش اوصفه لك، فرح فرح انا عشته واخواتي عاشوه، كل من قابل يسوع عاشه. لو انت لسه ما اختبرتوش قول له: يا رب انا بقبلك النهارده مخلص شخصي في حياتك، انا عايزك يا رب تدخل قلبي وتدخل حياتي. هيغيرك هيغيرك تماما. بيقول له كده: يوم ما قابلتك كان يوم عيد، خلصتني، ريحت ضميري، ما حسك ما قطع السك، غيرت قلبي بقلب جديد. انت حبيبي، انت حياتي. عندي صوت، عندي صوت. ريحت قلبي يوم ما قابلتك، يوم ما قابلتك كان يوم عيد. طب مرة تاني: فرحت قلبي يوم ما قابلتك، يوم ما قابلتك كان يوم عيد. خلصتني ريحت ضميري، خلصتني ريحت ضميري، غيرت قلبي قلبي جديد، خلصتني ريحت ضميري، غيرت قلبي قلبي. شاور على الرب كده قول له: انت حبيبي يا رب، انت حبيبي، انت حياتي، انت نصيبي اعظم نصيب، انت حبيبي، انت حياتي، انت نصيبي اعظم نصيب. احببتني يا يسوع وانا خاطي، حبك ظهر لي في الصليب. احببتني خلاص. بيحصل في لحظة واحدة، يوم ما بتغمض عينيك من كل قلبك ومن كل قلبك، واخواتي اللي بيسمعوني النهاردة على الشاشات، هي لحظة واحدة يوم ما بتقول: يا رب اقبلني اقبلني أنا الخاطي. هي في اللحظة دي، عشان كده نقول بس العدد الثاني، العدد ده بيقول في لحظة واحدة تغير حالي، كنت هشام الميت الواقع الساقط الضايع الابن هلاك، نقلني إلى ملكوت ابن محبته، نقلني من الظلمة للنور، نقلني من 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 عبودية إبليس لعبودية الله. في لحظة واحدة تقدر تحصل على الخلاص. شعرت إني إنسان، ده مش شعور بس، ده حقيقة جديدة، سعادة لم تخطر. ده اللي أنا نفسي ربنا نسأل بكل واحد فيكم النهاردة: سعادة لم تخطر على بالي، فرح لا ينطق به ومجيد. غير حالي، شعرت إني إنسان جديد، في لحظة واحدة تغير حالي، شعرت إني إنسان جديد. سعادة سعادة لم تخطر على
وراعينا فدينا ومخلصنا. يا رب وانا ليه اخاف؟ وانا ليه اخاف وانا معايا راعي الخراف؟ بشكرك يا رب لاني عزيز في عينيك مكرم. سامحنا على كل مره رضينا فيها بالهوان ورضينا فيها ان احنا نمشي موطين راسنا كاننا بلا اب بلا اله. بشكرك يا رب لانك سيكت حولي وانا مش عارف وانا مش حاسس ودايما بشتكي. وسامحني يا رب على كل مره بنتهمك انك سايبنا واتريك انت مسيك حوالينا. بشكرك يا رب لان احنا مش ضعف، احنا عندنا سلطان، واعظم سلطان هو في اسم يسوع. حتى الشياطين تخضع لنا باسمك. بشكرك لانك مش عايزنا نعيش حزانة مكسورين شايلين الهم، لكن حتى والابواب مغلقة فرح التلاميذ. يا رب انا بصلي من اجل روح فرح يا رب تغمر نفوس ولادك النهاردة. يا رب يا رب كل حزين مكسور استسلم، استسلم لفكر العالم ان هو ده الحياة. قول له يا رب انا مش عايز غير انك تكون فرحان، فلا تكون الا فرحا. ادينا يا رب ان احنا نتملي بروحك القدوس فنعيش المحبة والفرح والسلام. قلبي فرحان لاني ماشي مع يسوع كل يوم وانا ماشي مع يسوع. ليك المجد وليك العظمة وليك السلطان. آمين.